السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير ومرحبا بكم في فيديو جديدة. اذا كان مازلتوا ما كنتوش ابوني لشان يوتيوب متاعي، انزلوا على سبسكرايب وانزلوا على تصويت الناقوس باش تجيكم نوتيفيكاسيون كل ما نهبط فيديو جديدة. اليوم مش نحكي لكم على لي برودوي بريفيري متاعي من عند فلوريزا. اللي ما يعرفوش، فلوريزا هي ماركة تونسية عندها دي برودوي كوزميتيك ناتوريل 100%. عندي حكيت 3 شهور توا نجرب فيهم، جربت plusieurs produits. واليوم جيت باش نحكيكم على اكثر حاجات عجبوني وحبيت نعملها فيديو على اليوتيوب وباش نحطها يمكن على الاي جي تي في باش تبدا ديما موجوده، باش هكاك حتى كان بعد تحبوا تشريوا حاجه ولا تتفكروا راي على برودوي معين تدخلوا تتفرجوا عليها. البرودوي اللي نبدا بيه هو شامبوان هذي حكيت لكم عليه باش على انستغرام، حبيت نحطه في الفيديو نتاع اليوم على خاطر طيارة على الاخر. هذي شامبوان سان سلفات، سان بارابين، سان سيليكون، بي اش فيزيولوجيك. الفرق ما بينه ما بين لي شامبوان الاخرين اللي فيهم دي برودوي كيميك اللي هو ما رغيش، معناها اول ما تبدا تستعمل فيه باش تحس كأنك تحط في كريم على شعرك. جوست فما حاجة نحب نوضحها، اللي شامبوان راهو كيف من هكا يبدا ناتشوريل يلزمو بيريود باش شعرك يتعود عليه. يمكن في الجمعة الأولى جمعتين الأولى باش تحسو اللي شعركم منظافش، باش تحسو اللي شعركم ملبد، اللي باش تحسو شعركم فيسع زيت، واللي هو حاجة نورمال على الأخر على خاطر يمكن تحسو زادا شعركم شايح على خاطر ما فيهوش سيليكون اللي هو في لي شامبوان اللي معبين باللي برودوي كيميك، هو اللي باش يخلي لك الاحساس نتاع السوبليس هذيك الكل. كي باش نحيو السرفات والسيليكون باش يتنحى الاحساس هذاك، مي راهو كي تواظبوا عليه باش تشوفوا الحقيقة نتاع شعركم. وهذاك شنو صار لي، انا تحملت معناها جمعتين وثلاثة جمعات الاولى ومن بعد بديت نشوف الريزولتا على شعري كيف ما تشوفوا، ولا فيه هكا لمعة، نحس في شعري حي. ديجا حتى العبيد اللي نشوفهم ويبداو عندهم مدايدة هكا ما يشوفونيش يسألوني اسكو عملت حاجة في شعري، اسكو صبغت شعرك اكحل، اسكو عملت كولاجين. ما عملتلو حتى شيء، جوست نستعمل في الشامبوان هذايا وعندو ابخي شامبوان. بون الحقيقة الابخي شامبوان باهي، اما حسيت اللي الشامبوان كهو بالنسبة لي انا خاطر شعري قصير ما استحقش ابخي شامبوان، وياسر فرحانة بالريزولتا وفرحانة بشعري كيفاش ولا، واللي انا نستعمل فيه برودوي ناتوريل واللي ماهوش بشي ضرني. برودوي الثاني باش نحكي عليه هو هذايا، نصور كلكم تعرفوه، حكيت لكم عليه برشا، موس اكسفوليانت اكليرسيسانت وايت سيستم. عندهم جام كاملة راهم تاع وايت سيستم، انا نستعمل في جيل نتويان، ما عندي حتى حاجة نيجاتيف اللي نجم نذكرها. ينظف لي وجهي بالكدا، ريحته محلاها، ينحلي المكياج. هذايا بور تو تيب دو بو، انا جلدتي تزيت وساعدني على الاخر. بالنسبه للكوتي اكليرسيسان راهو ما تتصوروش اللي باش تستعملوا جيل نتويان هكا هاو وتتصوروا اللي الحبوب نتاعكم ولا لي تراس نتاعكم باش تنحى، لازمكم تستعملوا جام كامله ولازمكم تواظبوا عليها مش نهار ولا نهارين ولا جمعه، مينيمم معناها نتاع شهر باش تبداو تشوفوا الريزولتا. البرودوي اللي بعده اكيد كان لازمني نحطه في الفيديو هذايا واللي مرشكم بيه هذايا، ديما ننسى اسمه، الويل دو بيبان دو فيك دو بربري، اسمه طويل ياسر، اما هذايا الزيت نتاع القلوب نتاع الهند. حسب لي ريشيرش اللي عملتهم الزيت هذايا انتي اج انتي تاش، يعمل ايدراتاسيون، حصيله طايره على الاخر. انا اللي جربته فما نهار مشيت عملت ايبيلاسيون، حصيله اللي عملت لي زلعت لي وجهي من البارتي هذايا، خليت لي تاس هكا كحله ووقتها صورت على انستغرام ووريتكم عليها. وعندي يمكن شهر وانا نستعمل في هذا كل ليله، نعرفش بطا عامله مكياج ما كنتش تشوفوا، اما اذا كان تابعوا في على انستغرام شوفوني كل يوم من غير مكياج التاش بعد بشهر تنحات كومبليتمون، ما عادش عندها حتى اثر. دونك هذايا نجم نكونفيرمي لكم اللي هو سي ان برودوي انتي تاش كالعاده. ما كنتش تشوفوا الريزولتا راهو في نهار والا في نهارين والا في جمعه، لازمكم تواظبوا يتعمل في الليل، راهو عمركم ما تعملوا زيت في الصباح وتخرجوا به.
قريت زيادة اللي هو طيارة برشا للسان والعبيد اللي عندهم مشكلة متاع لسان اللي عندهم لي ريد انتي ريد زيادة لي ريد تحت العينين. انا نعمل كل ليلة نصعم كانو سيرام بعد ما نغسل وجهي نحطو على وجهي الكل ونرقد بيه وصباح نقوم نغسل وجهي. هذايا طيارة على الاخر راهو سمو غالي اغلى من زيوت الكل مي راهو افيكاس على الاخر. عنا زيدا الكريم اكسفوليانت كونفور هذه نستعملها مرة ولا مرتين في الجمعة. اكسفوليانت دو طيارة نصور للعبيد اللي عندهم بو سنسيبل ولا حتى إذا كان جلدكم ماهيش سنسيبل تنجموا تستعملو. هذه يعمل تقشير للجلدة وكما تعرفوا إذا كان تحبوا هكا تحافظوا على الهيدراتاسيون على الكوتي هكا سموذ متاع جلدكم يلزم الواحد مرة مرتين في الجمعة يعمل اكسفوليشن. هذه ريحته محلية على الاخر فيه ظهري ماء ورد وفيه ماء ورد فيه البودر دو فيك دو بربري اللي كنت نحكي لكم على المنافع نتاعها انتي ريد انتي تاش فيها كوتي هيدراتان محلية على الاخر. بعد ما تعملها تحس اللي وجهك هكا سموث تحس اللي كل قشور الميت اللي في جلدك تطلع. That's it. Produit اللي بعد والحقيقة عمري ما كنت متخيل اللي أنا في فيديو متاع دي برودوي فافوري باش نحكي على باتر سكراب وإلا باري سكراب. أما هذايا عجوني على آخر فما نهار حسيت ماشي الحمام هزيت معايا هذايا باش نجربو باش نحكي لكم باش نفسر لكم شنو هو ساعة معرفش تشوفوا وإلا لا ما نحكي لكمش على ريحته بنينة على الآخر. هذايا لهالي سكر في سكر فوالا فيه سكر وفيه هكا زيوت حاصيلو ريحته بنينه على الاخر. تعملوها على بدنكم وباش يعمل لكم تقشير للبدن تاعكم. عندهم لا روايح اخرين فما شوكولا وحاجات اخرى نسيتهم شنو الحقيقه. شميت شوكولا اما انا عجبني هذا على الاخر مع العلم اللي انا مانيش ياسر من محبي النواد كوكو. تعرفوا البينيا كولادا ريحته كاينه هكا بينيا كولادا حسيلو. حبيت هكا ننوع لكم باش يكونوا هكا دي برودوي للسوان فيزاج برودوي للبدن برودوي كيما باش نحكي لكم شويه اخر السنين. جربت لي دو ديو هذوما فما هذايا رولون وفما هذايا اون كريم. هذايا ظهرلي سي بون معناها ما عادش فيه. نحكيكمش على ريحة هذية اسمه Paradise Smell. دي مرأة لي برودوي الكل من تالي فيهم لي زانغريديان الكل وكي تقراو تشوفوا اللي لي زانغريديان الكل جايين من حاجات طبيعية اللي هي حاجة مهمة على الاخر. هذية 0% aluminum salt 0% الكل 0% paraben. الحقيقة عجبتني الفكرة اللي انا نبدل لي برودوي اللي معبين بالدي برودوي شيميك وعليش لي واحد يبدا بشوية بشوية كل مرة يبدل حاجة. ما عندي حتى حاجة نيجاتيف نجم نحكيها على البرودوي هذايا داس الجاب نعمل صباح وينحي ريحة العرق هكا. البرودوي اللي من بعده هو ليكيفالون تاع هذا مي هذا اون كريم. الحقيقة عمري في حياتي ما جربت ديودوران يكون هكا التكستور نتاعو هكا كريموس معرفش اذا كان ظاهرة والا لا. وكنت سكبتكو على الاستعمال نتاعو حسيت اللي هو ينجم يخليني مثلا بلايص مبقعة في حوايجي با دي تو. ريحته محلاها على الاخر. كنت نتصور اللي يمكن يا اخي يعمل لي هكا نعرفش عرفت الاحساس نتاع حاجه هكا تطلبت الاولى زيد با دي تو. محليه عجبني كيف كيف الدز الجا. فمش كون فيكم سالتوني على الكوتي نتاع اسكو يبيض لي زيسيل والا لا الحقيقه ما ركزتش ما في باليش اللي فيه هكا فيه مكونات اللي تنجم تفتح لون جلدة. وانا بطبيعتي ما عنديش المشكله هذيا بويسك عندي توا عام في لازير دونك ما عنديش المشكله هذي ما ركزتش فيها. ما يقولوا اللي هو يفتح البارتي هذيا لي زيسيل نتاعكم.
البرودوي اللي بعده هو الباري بارز هذا نتاع فلوريزان، حاجة طيارة على الاخر. اذا كان تلوجوا على ادغاتاسيون للبدن تاعكم، اذا كان يديكم شاحين سيت البارتي هذايا كيفكم، اي بارتي من بدنكم تحبوا تعملوا لها ادغاتاسيون عندكم الباري بارز هذوما. ابار هذه ريحتهم طياره على الاخر، فما ظهر لي سته وكلهم ريحتهم بنينه. انا اكثر واحد عجبني هو هذايا، فما هذايا تروبيكال سانس، وفما واحد اخر اسمه كوتون درا شنو، حسيت ريحتهم طياره على الاخر. فما واحد باري زيد بنينه على الاخر، هاي التكستور نتاعو كيفاش اثقل من لوسيون، معناها تحسو كانه زبده تعطي الهيدراتاسيون وفي نفس الوقت ما تخليش الاحساس نتاع يتلبط، والا في ساعه ما تشد الجلد تحس بالوقت اللي جلدك هيدراتي و ما تخليكمش الافي نتاع حاجه مزيته في بدنكم ولا في ديكم. معناها اذا كان مش تعملوها على بدنكم وتلبسوا حوايجكم، ما فما حتى حاجه جديده زاد عمري ما شفتها، عمري ما جربتها قبل، اللي هو دانتيفريس ناتوريل. هذا بشامبون اكتيف مونت اي سيترون، ما فيهوش فلور، وفيه اكتيفيتد شاكو. هذا بلانشيسون بي ولي برودوي راه اللي حكيت لكم عليهم، راني جربتهم مينيمم شهر هكا قبل ما نجي نعطي راي. هذه التكستور نتاعو باش تحسوها ليكيد، ما نجمش نوريكم توا، اما وريتكم على انستغرام كان تدخلوا تشوفوا على ان هكا كل شيء موجود. التكستور نتاعو تحسوها هكا ليكيد، لونه غري كيما لون شاربون. نقول كي باش تستعملوه باش تحسوا احساس هكا بيزار، خاطر بالطبيعة راهو ديما حاجة ناتوريل، ماهيش باش تكون كيما برودوي هكا معبي يبدا بالحاجات الشيميك. باش تحسوا هكا فرق في الجو، يمكن باش تحسوا لي فمكم منظافش بالكدا، خاطر مستانسين بالاحساس نتاع دونتيفريس نورمال. مي انا الحقيقة بعد بريود حسيت اللي فيه افي بلانشيسان، وبعد ستينس راهو بالتكستور الجديدة وتستانس بالاحساس هذاك، ويولي ما عادش يقلق بالكل. انا البرودوي هذايا عجبني وجابروف، ونصحكم بيه اذا كنت تلوجوا على حاجة ناتوريل اللي باش نطفلكم سنيكم وتعطي افي بلانشيسان. وكل عادة ونعاود راو ما تستناوش باش الافي هذايا تشوفوه في ليلة ونهار والا في جمعة، يزيدكم تواظبوا مينيموم شهر باش تبداو تشوفوا الفرق. باش نخدم الفيديو هذايا بالكريم هذايا اسمها Velvet Skin كريم ادراء ماتيفيانت، هذايا معمولة للبو ميكست اغراس. كما حكيت برشا مرات وجهي زايد على الاخر، وليت نستعمل دونك الكريم هذايا باش تنقص الافرازات نتاع الزيوت هذيك، وراهو حتى الجلده الدهنيه يلزمها ايدغاتاسيون، على خاطر الايدغاتاسيون هي اللي باش تعاوننا ما نعملوش تجاعيد على بكري، باش تخلينا هكا نظهروا جن اكثر وقت. ان شاء الله تكون معلومه وصلتها بالصحيح. دونك التكستور نتاعها كيف من هكا، ما عرفش لكن باش تشوفوها والا لا. نحس اللي ريحتها دي زويل زي سونسيل، ان توكا انا تعجبني على الاخر، نحسها ريحه بنينه على الاخر. في ساعه تشربها جلد الكريم تعطيني هيدراتاسيون نحب عليها، وتخلي وجهي ما يزيدش حتى بعد ما نعمل مكياج وكل شيء، نحس اللي مكياجي يشد اكثر. ان شاء الله عجبتكم الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله نكون نجمت نعاونكم باش تعملوا شوا نتاعكم، تختاروا البرودوي اللي تنجموا تستحقوها. تخليكم في الديسكريبشن بوكس اللين نتاع السيت، كي تدخلوا للسيت تنجموا تشوفوا الاسماء نتاع لي برودوي، تنجموا تشوفوا لي انغريديون، تنجموا تشوفوا اذا كان مسموح بهم للي فام انسانت والا نساء اللي ترضع والا لا. حاسين المعلومات اللي تتصور تنجموا تستحقوها موجودة في السيت. جربت راني دي برودوي اخرين وعجبوني، مي في الفيديو هذايا حبيت نحكي لكم على ماي توب فيفورت. فرحانة ياسر اللي عندنا ماركة كيف من هكا في تونس، ماركة اللي تخدم على روحها واللي تلوج باش تطور من لي برودوي نتاعها، وتلوج باش كل مرة تجيب دي برودوي جدد،
وتعاون العبيد زادة باش تحافظ على صحتها ونحيو لي برودوي شيميك لو ماكسيموم معناها اللي نقدروا عليه من حياتنا اليوميه. اذا كان عندكم اي سؤال خليوا لي سؤالكم في الكومنتير، وانا ان شاء الله نشوفكم على قريب في فيديو جديده. باي باي.